قسم اللغة العربية للصف الأول ابتدائي. النهاردة يا حبايبي حلوين هنأخذ حرف جديد من حروف اللغة العربية، وهو حرف التاء. قول ورايا: تاء تاء تاء. نلاحظ يا حبايبي حلوين شكل حرف التاء، واخد شكل الطبق وجواه نقطتين. طب تعالوا نشوف شكل حرف التاء في الكلمة بقى شكله ازاي. بيقول لي ايه شكل حرف التاء؟ بيقول لي التاء لو جاءت في اول الكلمة هنلاقيها تاء ومادة ايديها الشمال، زي تلميذ تلميذ تلميذ. طب التاء لو جاءت في وسط الكلمة هنلاقيها تاء مادة ايديها اليمين ومادة ايديها الشمال، زي زيتون زيتون زيتون. طب التاء لو جاءت في اخر كلمة، التاء لو جاءت في اخر كلمة ومد ايديها اليمين يبقى اكيد سبقها حرف من الحروف الغير اشقية، وهو حرف النون في كلمة بنت بنت بنت. طب التاء لو جاءت في اخر كلمة، التاء لو جاءت في اخر كلمة لوحدها مستقلة ومش مد ايديها اليمين يبقى اكيد سبقها حرف من حروف الاشقية، وهو حرف الالف في كلمة نبات نبات نبات. بيقول لي شكل حرف التاء، بيقول لي التاء لو جاءت في اول الكلمه اللي هي تاء ومد ايديها الشمال، زي تلميذ. والتاء لو جاءت في وسط الكلمه اللي هي تاء مد ايديها اليمين ومد ايديها الشمال، زي زيتون. والتاء لو جاءت في اخر كلمه ومد ايديها اليمين يبقى اكيد سبقها حرف من حروف الغير اشقيه، وهو حرف النون في كلمه بنت. والتاء اخر كلمه لوحدها مستقله يبقى اكيد سبقها حرف من حروف الاشقيه، وهو حرف الالف في كلمه نبات. قالوا يا حبايبي حلوين ناخذ حركات حرف التاء. بيقول لي حركات الحرف، بيقول لي التاء لو فوقيها فتحة تاء، قول ورايا: تاء فتحة تاء تاء فتحة تاء تاء فتحة تاء، زي تمر تمر، وزي تاج تاج. يبقى تاء فتحة تاء زي تمر وزي تاج. طب تاء كسرة، تاء كسرة تي تاء كسرة تي تاء كسرة تي، تين تين، وزي تمساح تمساح. يبقى تاء كسرة تي زي تين وزي تمساح. تاء ضمة تاء ضمة تو تاء ضمة تو تاء ضمة تو، زي توت توت، وزي تفاح تفاح. يبقى تاء ضمة تو زي توت وزي تفاح. طب تاء سكون تنطق تاء، واحنا عارفين السكون حرف ضعيف يستحق في اول الكلمة، زي كلمة كتكوت كتكوت. ونلاحظ ان كلمة كتكوت فيها تاءين، تاء في وسط الكلمة وتاء في اخر الكلمة، وزي كلمة ختن ختن. يبقى تاء فتحة تاء تاء كسرة تي تاء ضمة تو تاء سكون تاء. حبايبي ناخذ تدريب حول حرف التاء. قال لي ايه اكمل بصوت حرف التاء مع الضبط، يعني بيقول لي الكلمات دي كلها تاخذ حرف التاء، بس انا ضبط على حسب نطق الكلمه. يعني اول كلمه كلمه تين تي 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 تي، يبقى ايه شطار يا حبايبي، يبقى تاء كسره تي زي تين. طب تفاح تفاح، يبقى ايه شطار يا حبايبي، يبقى تاء ضمه تو. طب تمر تأ 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 تمر، يبقى ايه تاء فتحة تاء، شطار يا حبايبي. طب كتكوت كتكوت، يبقى ايه تاء سكون، شطار يا حبايبي. بيقول لي ايه اكتب اسم السورة، يعني السورة دي قدامنا بيقول لي اكتبي اسمها. اول سورة معانا سورة ايه؟ شطار يا حبايبي، سورة بنت بنت. طب وتاني سورة معانا سورة ايه؟ ختم ختم ختم. طب واخر سورة معانا سورة ايه؟ تمر تمر. نكون خلصنا ونلتقي المرة القادمة مع حلقة جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.